عندنا ما مشينا حنا كنبيعوا ونشرو. تخبرتي الواقع. الواقع ما شتها حتى شتها من بعيد، شتها من قريب ما غي محمد المرحوم ما غيموتش. جاب السيد جيب جنوي تابعوا تابعوا لا تخاصموا غيتخاصموا عند القشاشه عند لافيراج. الوقت اللي جا السيد كيتقدى في الحوت هذاك جيب جنويه مصديه ما دق لي في جنبه تهرست لي. تهرست لي واش ما نكذب عليك واش بقات لي في ظهره او لا طاحت ما شفتهاش. هي تهرست جنوي. السيد اللي قتل واش خدام في السوق؟ خدام في السوق كيبيع ويشري لافيراج. لافيراج هو كيدير لافيراج. ومن اللي محمد زاد هرب هذاك دبر على جنوي اخرى ما عرفناهاش. هذيك الجنوي اللي جاب هي اللي السبب بغينا نعرفوها من هزها ولا من جابها ما عرفناهاش من جابها. حتى الجنوي تتابعو كيجري وهذاك كيجري وهذاك تابعو كيجري. كان السيد قبل هذا السيد اللي قتل يعني انتوما كتعرفوه؟ كنعرفوه تا قبل كان بكري كان كيبيع الحشيش ولكن 20 عام هذا وزياده ما انه ولا كيصلي ولا بخير ولا خير زعما يقولوا سكران ما سكرانش ما واكل فانيل ما والو. لا ما كاينش حماق شويه ماشي شي حماق بريد شويه ولكن ماشي شي حماق شي شويه ماشي شي حماق ما حماقش كاع هو مرض راه مريض ولكن ماشي عمرنا ما عرفنا حماق هذاك السيد. هذاك كنعرفوه في صغرنا كنعرفوه بزناس ولكن شي 20 عام هذا ما بقاش كيبيع الحشيش ولا كيبيع ويشري ولا يصلي ولا دار وليداته دار ولا عايش بخير. السبب ديال الخصومه ما عرفناش علاش تلحق لي ما نكذبش عليك حدانا حنا الحاج اللي شناه هي جا ضربوا في السوق في الجنوج حدانا حنا لا تخاصموا لا تخاصموا عند لافيرا في كاين يبيع يشري هو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.